شايفين الساعة دي؟ بصوا كده العقرب الثواني تلاقيه بيمشي ازاي، بصوا تلاقيه بيمشي بينط، بصوا تلاقيه كده بينط نطتين فوق بعض، بصوا كده تلاقيه العقرب الثواني بينط كذا نطة كده فوق بعض. بص دي وظيفة ان العقرب دلوقتي او البطارية دلوقتي خلاص ضعيفة، فالبطارية ما دام ضعيفة فهو بيعمل حاجة اسمها باور سيفنج، اللي هو بدل ما يمشي نقطة نقطة او اللي هو يمشي تكة تكة لا تك 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 تك، فبقى بيمشي كل 3 تكات مرة او كل تكتين مرة. بص لو تلاحظوا النط بيعمل جامب، فدي وظيفة المكنات او اللي هي الساعات الغالية او اللي هي الماكينات السمارت الجديدة. دي ماكينة اسمها روندا، روندا لو انت كتبت كاليبر روندا او روندا كاليبر في الجوجل هتلاقيها بتطلع لونها اصفر كده. دي وظيفة الماكينات الغالية النظيفة، هو ده. انا بصراحة مرضتش اغير البطارية وقلت ان انا ايه اعمل فيديو للموضوع ده. الموضوع ده جميل قوي على فكرة وهيفيدكم كتير قوي عشان تشتري ساعة غالية.